السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون التطبيقات الكتابية. السؤال الأول: أرسم التاء الناقصة في الكلمات رسما صحيحا. حضر هوات، تاء مربوطة. صناعة، تاء مربوطة. الخزف وقت توزيع الشواهد على الحرفيين في القاعة، تاء مبسوطة. السؤال الثاني: أضع الكلمة المناسبة مكان النقط. تشهد الصومعة على حضارة المغرب. حفل الكتاب بتاريخ بلاد العريقة. تفضل وفاء التجوال في أسواق الفخار والخزف. السؤال الثالث: أنشئ جملا فعلية انطلاقا مما هو محدد في العمود الأول كما في المثال: الولد يحب صناعة الفخار. يحب الولد صناعة الفخار. البائع يعرض أدوات الخزف. يعرض البائع أدوات الخزف. السؤال الرابع: ألاحظ المشهد وأصف ما فيه بتركيب جمل فعلية مع ضبطها بالشكل. يعرض البائع أواني خزفية رائعة. تقدمت منه امرأة واشترت إناءً. أخذت الإناء وشكرت البائع.